ما خلصناش المره فاتت الشوط اللي في الاخر كنا سرعنا فيه هنشرح لكم اللي باقي كويس واللي فات اي حد عايز حاجه فيه اشرحها. احنا كنا شرحنا عن ايه او اي ماده حد بتاع الكورس ده تعمل لها ديفينيشن وتوصفها تبع اني فني من الديجيتال ماتيريالز. هل هي فيلنج ماتيريال ولا امبريشن ماتيريالز ولا اند سو اون. بعد كده نتكلم على الانجريدينتس او الكومبوننت او الكومبوزيشن، يعني مما تتكون هذه الماده من اكس وواي وزد. طب وظيفه اكس ايه؟ كذا وكذا وهكذا. بعد الانجريدينتس هنتكلم على المين اوف سيتنج، طريقه التصرف بتاعتها. الامالجم سميناها امالجمشن رياكشن، في الكومبوز سميناها بوليمرايزيشن، وفي الكومبوز مفيش جديد درستوها في البوليمر انت بوليمرايزيشن. خلاص؟ اللي هو يا اما كولد بيور يا اما لايت بيور يا اما الاثنين مع بعض بيسموهم ديور كيور. وبنزود شويه على الكورس بتاع اللي فات على طريقه البوليمرايزيشن، بنشوف بقى الادفانس بتاعت اللايت كيور، الادفانس بتاع الكيميكال كيور، والفاكس افكتنج ذا ديبث اوف كيور. العام ينتصر على اختراق الضوء لعمق الحشوه. طبعا الحاجه اللي هي حوالي اربعه فاكتور شرحناهم المره اللي فاتت. بعد كده اتكلمنا على البوليمر انهبيتورز او البوليمرايزيشن انهبيتورز. ليه؟ عشان احنا قلنا بنحفظه نشتري كميه تكفينا مده، فعشان ما يحصلوش بوليمرايزيشن دورنج ستورج ادي واحد. نمره اثنين عشان يدينا انف ووكينج تايم، ما اجي اشتغل ما يحصلوش بلمره ولا بخم النفسي ولا اعمل شيبنج قد سؤل. برضه ده وظيفه الانهبيتور. لما الانهبيتور يبقى بحث خلاص يخلص يبدا بقى الفري راديكال يشتغل على المونومر يعمل عمليه بلمره يتصلب، وهو ده المطلوب. بعد خلصنا البلمر انهبيتور هنخش بقى على الايه؟ على البروتوكس بتاعتك. وبعدين يعني هتدكونا من الاول انتوا ايه؟ تعالى اهو عيب عليك، انت يا بنت تعالى اهو نقل. مش انا المره دي بقى مش عايز وجع دماغ ولا هنهزر معاك ولا هضحك خالص، لان بعض الجماعه مش عارف انتوا ولا الجروب التاني قرفني لما كنت بهزر معاهم. البعض بقى يستظرف ويطول، وبعضكم بيشتكي يقول لك بيعمل لنا ديستراكشن يا دكتور، فبيجيش يظهر خلاص. اللي هتكلم هشاور له كده على بره على طول، او هتتكلم يعني. طيب في البروبرز هنقسمهم الى ثلاث جروبس، ثلاث مجموعات، ثلاثه هيبت، ثلاثه عناوين، وتحت كل عنوان حاجه، يا اما فيزيكال بروبرز، يا ميكانيكال بروبرز، يا بيولوجيكال بروبرز. البيولوجيكال بروبرز هتاخدها اول مره، ما خدتوش قبل كده في الكورس اللي فات. البيولوجيكال بروبرز كنا هنأجلها في الابلايد ماتيريالز. طيب الفيزيكال هي اللي عليها كلام كتير قوي، الميكانيكال عليها باراجراف صغير جدا. في الميكانيكال نخلص منها دلوقتي، يقول لك انتوا خدتوا بقى عن الانجريدينتس، في عندنا ماتريكس وعندنا فيلر وكابلنج ايجنت واكتيفيتور انيشيتنج سيستم وانهبيتور ومش عارف اكس بتاعنا الترا فايت ستابلايزر وبيجمنت اند سو اون، دي المكونات. في الميكانيكال بروبرتس هنتكلم حاجتين اثنين هما اللي بيأثروا على البروبرتس، الماتريكس والفيلر. يبقى اي كومبوزيت فيه فيلر كتير هتبقى الميكانيكال بروبرتس ايه؟ فوق ولا تحت؟ في فيلر يبقى فوق صح. طب ماتريكس بس ادي خلص كل الميكانيكال بروبرتس وان شورت كده مش معلش كلام في الفيزيكال بروبرتس. هنتكلم بقى حاجات اللي هي ايه؟ الدايمنشن ستابيلتي، بس هنا بنتكلم عنها بايه؟ تحت مسمى البوليمرايزيشن رينج. يبقى لو جبنا لك رايت شورت نوتس اباوت دايمنشن ستابيلتي اوف دنتال كومبوزيت هنخرج، يقول لك مش مكتوبه في الكتاب اكتبوها عشان لو جبناها بقى عشان نعرف اللي بيحضر من اللي ما بيحضرش. مش هاخد غياب في المحاضرات ان شاء الله، رب واحد يحضر هشرح له ونجيب عناوين مختلفه عن اللي هنا. ليه؟ يعني لازم يبقى مخك متفتح، ما تبقاش زي القط كده ماشي ولو قابلك حاجه يعني تاخدها في سكتك وما يعني لازم تركب كده في المحطات عشان تعدي القطر الايه؟ المكيف السريع بتاع الناس الكبار وما ترميهمش بالطوب. شفتوها الفيديو اللي كان الاسبوع اللي فات؟ حاجة يعني بيستفزوه. ها؟ يبقى بنتكلم البوليمرايزيشن ريكتش اسمه ايه؟ الدايمنشن ستابيليتي اوف دنتال كومبوزيت. هل هو دايمنشن ستيبل ولا لا؟ اثناء التسلق لا، ما هوش دايمنشن ستيبل. فبنتكلم هنا مكتوبه في الكتاب ايه بقى؟
البوليمرازين شريتش خلاص. يبقى لو قلنا رايت شورت نص اباوت بايش استجيت له ديتا الكروموزوم يبقى هو ايه؟ وخلي الجماعه اللي هيصيد بره خليهم هيصيد مخهم مش هيتفتح. هم مفكرين ان هيروح لحد يعمل له بقى تلخيص ويجي احنا عايزين نعلمكم مش عشان نتحارب عشان طيب بعد ما شفتش الووتر سوبش امتصاص الميه هل بيمتص الميه ولا لا؟ وايه اللي بيأثر؟ وايه تأثيرات الميه على امتصاص لما يمتص الميه ايه اللي بيحصل؟ بعد كده هنتكلم على البوندنج للتو ستراكشر بيرتبط ازاي؟ هل ميكانيكال ولا كيميكال؟ قاعدة كده خدها كل الستورة الماتيريال ميكانيكال ما عدا ما عدا اثنين اللي هم في الدلتا سيمنت حاجة اسمها جلاس مانور سيمنت حاجة اسمها زيك بوليك أربوكسيلين. وقال الجلاس مانور لها موديفيكيشنز يعني له حاجات تعديل له بعض التعديلات ولها اسم يعني سموها اسم. فبرضه يبقى الحاجات اللي هي جاية فيها جلاس مانور سيمنت يبقى تعمل كيميكال بوند برضه مع فوت ستراكشر. بعد كده هتكلم على الثيرمال بروبرتيز الصفات الحراريه انا سؤال دي كلها فيزيكال بروبرتيز. بعد كده هنتكلم اخر حاجه ما شاء الله على البيولوجيكال بروبرتيز دي لما نخلص البروبرتيز ده هنشوف هل الديتا كوبز كان ريبليس ديتا لامانتا البوستيريور ريسيشن يعني هل اقدر استعمله كبوستيريور ريسيشن؟ اه بس لما استعمله كبوستيريور ريسيشن في حاجات مخصوصه لازم يكون متواجده في الكومز انما التراديشنال او الكونفشنال كومز لما بيستعمل كبوستيريور ريسيشن بيبقى فيه شورت كومز بيقصر على راي اخواننا الايه الخارجيين يقول لك ما قصر عارف حكايه ما قصر؟ شوف انا هرجع لفقره الرب لازم انظر واحد راح يحلق سعود عارفينها الحكايه دي؟ لا فاحنا في مصر هنا العاده بعد ما يخلص الحلاق يجيب له المرايه ويفرجوا على المنطقه اللي هي مش شايفه. فكان هنا بيقولوا اه تمام الله ينور او مش عارف شيل حته شويه زود لي هنا زود هنا. فالسعوديين بيقولوا ايه ما قصرت. يعني انت ما قصرتش انت قصر. فالراجل يجيب المقص ويقصر. ايه يوريه يقول له ما قصرت يقصر لحد ما خلاها اقرع خالص. اختلاف اللغات من ايه؟ من يعني من نهجات من حته لحته يعني. طيب لما هو بيقصر هنعمل ايه بقى؟ هنشوف. هو يقصر من هنا احنا هنخش له من حاجتين. نحاول بقى ايه نلف ونعدل بفكر خواص المواد نتغلب على التقسيط بتاعه هنشوف. وده بيجي سؤال في الامتحان. يقول لك شورت كامز وديتا كومز از بوستيريور ريستوريشن. لما يجي عندك كلمه. والميثودز يوز تو اوفر كام ذا شورت كامز اوف ديتا. اكتبوا الاسئله ديت عشان مش هقول اسئله اخر السنه اخر الترم يعني. طب لما يجي عندها هي عناوين حلوه عناوين يعني بولد كده وتحتها واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ثلاثه اي حاجه كده واحد اثنين ثلاثه اعمل عليها كوش مايه. دي نيجي منها الشورت نوتس. نمسك بقى واحده واحده البروموتير شريفش. الشريفش هنتكلم على ثلاث حاجات. اسبابها ايه او سببها ايه؟ خلاص؟ طيب والافكتس بتاعتها تاثيراتها ايه؟ بتبان ازاي؟ ما الشريكش ده الاعراض بتاعته ايه؟ اللي هو الافكتس بتاعته. اند هاو كان وي برضه ايه بقى؟ مينيمايز ات اوفر كام ات ازاي نتغلب عليه؟ هي دي حاجه انا غصب عني وعن اي حد لازم يحصل شريكش. ده الجميع ايه؟ مش هو بس، جميع المواد اللي في الكون. ده بتحول من الحاله السيئه الى الحاله الصلبه لابد وان تصاحب بايه؟ بنك ماش برافو عليك. تخبز الرغيف العيش قد كده تحط العجينه هنا بيكش عند صغر بتحطي كوبايه ميه في الثلاجه لما تتسلط المفروض انها ايه بقى؟ تكش انما بايه؟ وانتوا عارفين السبب خلاص واذا عرف السبب بطل العمل. اهو المواد الامالجم زي الميه بالظبط لما بيتسلط بيتبدل بنفس طريقه الميه يدخل بينه في القاعه ويزق مع بعض الكريستات ويبتلوا بتعمل لاترال ثرست او امبنجمنت اوف كريستالز ابوت اتش اذر. انما الديتا كومبوزيت بينكدش ما عندوش بقى ايه تكوين بلورات وتدفع وكلام منه. في النهايه هنشوف ايه السبب بتاعه. طيب يبقى الكوز اوف بولمر شريكش البوند بتتحول من سكندري بوند الى برايمري بوند. يعني المونرز بين البولمر وبعضيها البعض في هيدروجين بوند. فمن السهل يبقى سائل يتزحلق على بعض. هيدروجين بوند ضعيفه مش شرطها كويس.
طيب لما بعمله عمليه بلمره تتحول الهيدروجين بوند الى كوفالنت بوند، كوفالنت بوند برايم قويه ما يقدرش يزعلهم على بعض، عشان كده بيثبت مكان. طيب المسافه اللي ما بين المونومر والمونومر في الهيدروجين بوند اكبر من المسافه اللي ما بين المونومر والمونومر لما يمسكوا في بعض بكوفالنت بوند. المجموع المحصله بتاعت ملايين المونومرز اللي كانت لوحدها قبل ما تتصلب وتصلبت بيدينا الايه في النهايه؟ الانكماش. خلاص شفتوها ولا نعرفها شويه؟ فهمتوها؟ بالمناسبه حد سالني على الفيسبوك بس انا ساعات مش عندي وقت يعني ارد، بيقول ليه الميركري ما بيدفعش مع الكبر في الدنيا الامر؟ الميركري ما بيدفعش ليه مع الكبر؟ لو انتوا لاحظتوا هتلاقي مكتوب في اليوني كومبوزيشن ان الميركري له هاي افينيتي للتن ثم السلفر ويعني الكبر ما فيش تقريبا ملوش افينيتي له فما بيتفاعلش معاه. فاذا كان موجود منكم هنا اللي كان سالني انا جاوبت له وبالمره ننتفع بيه كلنا. خلاص؟ ما بيخش في التفاعل خالص الكبر مع الميركري، بيخش في حاجات اخرى. الكبر كان يتفاعل بقى مع شرط اللي هو التبادل الايوني ويتخلص من الجاما 2 والحاجات دي كلها. خلاص؟ فهمتوا سبب الشرينكج؟ خلاص؟ ادي واحد. وادي رسمه عشان الرسمه دي زياده. والله اللي عاوز يعملها يعملها كده دايجراماتيك، يعمل لي دايرتين مونومرز وبينهم هيدروجين بوند مسافه وبعدين يوصلهم ببعض حتى بخط رابطهم ببعض ويقصرها شويه المسافه يعني يتحول يكون يبقى حلو قوي، انما بالمعادله صعبه جدا. عرفتوا هتعملوا زي رسمه دياجراماتيك لسبب الشركه؟ انا مونومر دايما قلت حته اي حاجه قطعه ارسم اي رسم مونومر ومونومر وبينهم هيدروجين بوند واعمل لي مسافه بينهم كبيره شويه وسهل لما يحصل عمليه بلمره هيتحولوا يبقوا رابطين في بعض بكوفالنت بوند والمسافه ايه؟ بس خلص الموضوع. رسمه دياجراماتيك او بيسموها سكيماتيك ريبريزنتيشن، رسمه تمثيليه. خلاص؟ طيب نشوف بقى تاثيراته بقى. الرسمه دي احنا هنشرحها بس بعدين نوع من الماتريكس اللي لما بيتصرف يديك مينيمال شرينكش، هنشرحها فين؟ ازاي نتخلص من الشرينكش؟ نوع اسمه سايلوران يعني نوع حديث جدا طبعا اكسبنسيف غالي قوي، اي تونز هيبقى فيه ده هيبقى مكلف قوي، رح نشرحه دلوقتي بس المره دي وله الرسمه جايه بره. طيب الافكتس بتاع البروبوزيشن ليكتش حاجتين اثنين، لو كان الكومبوز عامل افيشنت بوندنج مع كافيتي وول يبقى هيعمل لها ايه بقى؟ بيندنج. والبندنج كلمه بندنج ام محمد تقول لك اه ده الجدار اتنى شويه، انما عايزين بقى البيشنت يقول لك ايه، المريض يقول لك ايه، هيجي يحكي لك ايه، يقول لك والله يا دكتور انا حاسس بالم من ساعه ما عملت لي الحشوه دي، الحشوه البيضاء هسميها الحشوه البيضاء. يبقى انت هتقعد تتيقن حاجه باثنين، يا اما بس ما يكونش لحق يعمل عمل اريتيشن للبلب عن طريق الريزيدوال مونومر، يعني ان ما عملش انت افيشنت بولمرايزيشن والمونومر دخل من الدفانات الكبير وعمل اريتيشن للبلب ما يكونش لحق، على طول تتيقن ان عمل اللي هو الشرينكج وانت كنت عامل بوندنج كويس فده عمل بيندنج وبيضغط على الدفانات الكبير يحس بسيفيرتي. خلاص يبقى يا اما يعمل ايه؟ بوست اوبرتيف سنسيفتي حساسيه المريض بيصرخ. طيب لو ما كانش عاملين افيشنت بوندنج مع كافيتي وول هيفصل ولما يفصل يديك ايه؟ جاب فورميشن. والجاب تؤدي هنا بقى بعد كده بمرور الوقت ليكج ممكن برضه بتفصل او برضه نكروزس يعني النكروز عن طريق برضه البكتيريا او السموم اللي بتفرسها يبقى سهله انها توصل للبلب تيش عن طريق الدرفان تيبيوز. طيب البوست اوبرتيف سيستي بقى هو كله كل الحشوات زي بعضيها؟ يعني عندنا كام كلاس؟ خمسة كلاس 1 2 يعني 1 ثرو 5 من 1 ل 5 خلاص؟ هل كلاس 1 هيديك سنسيفتي والبين زي كلاس 2 زي كلاس 3 زي كلاس 4 زي كلاس 5؟ لا هم طلعوا حاجة بقى قال لك إيه؟ حاجة اسمها سي فاكتور. كلمة سي أول حرف في الكونفيجوريشن. الكونفيجوريشن يعني الهيئة شكله إيه؟ هم بيتخيلوا كلاس 1 كأنه بوكس صندوق، الصندوق له
كام سطح؟ 6. في كلاس 1 هيبقى السطح الاوكلوجن ما هوش ان كونتاكت مع حاجه، يبقى كام كافيتي وول عامل بوند مع تو ستراكشر. كويس ان هم لسه بتعرفها ما لهاش ما حدش يقول ننساها الكلمه دي. يبقى هم ايه؟ 5 مش كده؟ وواحد ايه؟ ان باوند. السي فاكتور ايكوالز وات؟ بيساوي ايه؟ بيساوي النمبر اوف باوند سيبس ديفايدد باي ذا ان باوند سيبس او سيبس يعني. في كلاس 1 يساوي 5، في كلاس 2 كان سطح غير ملتصق اوكلوزال 1 بروكس 2، يبقى 4 باوند على 2 يساوي 2، في كلاس 3 3 و3، 3 باوند و3 انباوند، يبقى 3 على 3 يساوي، طيب في كلاس 4 2 باوند على 4 انباوند يساوي نص، في كلاس 5 عشان تتخيلوه بيعتبروه ان هو السوسر شيب زي المعلقه كده، عارف السوسر شيب؟ زي المغرفه معلقه، يبقى يعني بيقولوا ان هو عامل كونتاكت مع وان سيرفيس اول، يبقى الباوند سيرفيس واحد على انباوند كام؟ طيب توقع بقى اذا مين هيديني اكثر سنسيفتي؟ مين هيديني كلاس 1 ومين اقلهم؟ عظمه مش كده؟ تمام يبقى خلصنا ادي الكونفجريشن فاكتور اهو احنا ايه بس لناهم وادي الافكتس بتاعت اللي افتكر ان كان نقطه في التاثيرات أو يقول لك رايت شورت نوتس أباوت ذا إفكتس أوف بولمرايزيشن لينكج أوف إنتر كومبس. يبقى الحاجتين دول ونيجي لازم فيهم الإيه؟ السي فاكتور على طول. طيب طالما دي حاجة إنهرت حاجة ربنا خلقه بيها يقول لك أنا خلقتي كده مش عارف واحد يقول له عصب الدكتور نادي راجل عصب ومتنفس وساعات يشتم هيقول لك انا ربنا خليني كده خير اقبلوني على هذا وحاولوا بقى ايه تمانش مني يعني حاولوا كده تلعبوا عليا وتروضوني علشان نستمر مع بعض مش كده؟ اهو بالظبط الكومبوزيت عنده شريك ربنا خليه كده طيب وله مميزات كتير ده عرف يبقى ازاي بقى نعمل نحاول نتجنب نعمل نقلل السايد افكتس بتاعته دي الميثودز اوف مينيمايزنج البروزيشن اول حاجه اللي هي سبع خبرات واسد في حد اسمه ساره خالد انت شاطره البنت دي معاها على الفيس وكاتبه لي ايه ده حاجه ثانيه خالص فهي عملت اسقاط شاطره عجبتني هنزل فيديو على الدلتا البورس هتاخدوه اخر السمستر ده معانا بره ففي البورسلين بيحرقوه على دفعات يعني يحط طبقه ويحرقه وينكمش ويحط طبقه اخرى يعوض الانكماش السابق ويضيف انسون فانا ننزله اي طريقه تقليل الشرينكش في الديتا الكومبوزيت اللي هي الليري تكنيك فهي قالت لي ايه ثلاث طبقات واستك كتبت لي كده فعرفت انها فاهمه قلت لها برافو عليك هم سبع طبقات انت غلطت في اربعه ما حصلوش مشكله شايفين بقى الحكايات طبعا مش هتكتب ثلاث طبقات واستك انت لو قلتها لواحد من تحت خارجي هيتبسط ويضحك هيقول لك ايه هي قول قول اشرحها له يا سلام ده انت كده فاهم ما تبقاش حافظه بس. فدي حاجات عشان نستعين بيها في التذكر للمعلومه اللي هي الساينتفك يعني. فاول حاجه انكريمنتال يعني احط طبقه تنكمش. وطبقه اخرى تعوض الانكماش السابق وتضيف المسؤول. دي اسمها ليرنج او انكريمنتال. طبعا دي رسمه سمبليفايد خالص اللي هي على اليمين دي واللي على الشمال هي رسمه معقده وهي دي الاحسن الصح. فدي هنسيبها له بتوع الاوبت يعلموه. يعني يقول لك حط طبقه كده وطبقه كده ومش عارف والمهم الطبقه ما تبقاش لامسه اكتر من السيرفس في الاول عشان ما تنكمش يعني لو انا حاططها في الخمسه في الهواء وهي لازقه في حاجه هتنكمش من ناحيه مين؟ ناحيه اللي لازقه فيه فما تاثرش يعني ان انا احط اعمل اول لير على مثلا انا مش هحطه عشان مش مطلوبه مني انما عشان في الاوبر النهج بتوع الاوبر هيرتاحوا بقى من الشغل ما تاخدوا معاهم حاجات اهو حد عامل اول طبقه لازم تتبطل فلور حطها في الدمج عشان تتبطل فلور ازاي بقى؟ هي هتتشد ناحيه انا صغير بتحط طبقه هنا لازقه في ده وسايب ده في دي وده في دي فهتتمش ناحيه الاثنين دول ناحيه هنا وناحيه هنا ده مش استسلام صغير يعني دي معقده بس بيقول لك يعني اعرفوها ان دي كده وخلاص يبقى اول حاجه اللي هي تاني حاجه طب نفترض ان انا ايه عملت لير بس مش عامل افيشنت بوند مع تو ستراكشر ما هنكملش برضه
وهيعمل مارجنال جاب، يبقى لازم اعمل ثاني طريقه اعمل ايه بقى؟ افيشنت بوندنج مع الكافيت وول. ثالث طريقه بغش بس عشان ما اتلخبطش او ما نطش، حاجه اسمها السوفت ستارت بوليمرايزيشن. يعني ايه سوفت ستارت؟ يعني اخلي عمليه الطبخ كلمه البوليمرايزيشن اللي هي كيورنج اللي هي الطبخ، يعني التصلب، اخلي التصلب الكومبوزيت يبقى انيشالي بارشال، يعني مبدئيا يبقى جزئيا. طيب يبقى حته تصلبت وحته لسه ما تصلبتش، يبقى اللي تصلب هينكمش، يعوض من مين؟ من اللي لسه ما تصلبش. عندي صور في الاخر بديله الهاي انتنسيتي عشان يعمل بقى ايه الكومبليت بوليمرايزيشن، دي اسمها سوفت ستار بوليمرايزيشن. بعد كده اعمل اندايركت كومبوزيت ريستوريشن. اندايركت بيسموه انليه او انليه، يعني اي حشوه مصبوبه خارج فم المريض واخدها الزقها يسموها انليه. انليه يعني نوت كفرنج لكل ذا سيرفيس، انما انليه تبقى داخله جوه وعمل كفرنج، هتاخد الحاجات دي في الاوبرتيف وفي يمكن في الفيكس كمان. الفرق بين الانليه والانليه وازاي نحضر الكافيتال انليه والانليه ما يبقاش فيها اندر كات، كل ده شغل ايه اوبرتيف بقى عشان ايه يعني نسيب لهم حته برضه من الكيكه يعني ما ناكلهاش كلها احنا ايه ماشي. يبقى اعمل ايه اندايركت؟ اندايركت ازاي بقى؟ اعملها اندايركت ازاي؟ انتوا عايزين تعملوا لي عيان صناعيه، فمش معقول هتخليني انا نايم كده وتقعد ايه تحط ديب وتجرب وتعمل كارفنج ومش عارف ايه، انا هزهقك. عايز كل شويه اروح الحمام، كل شويه عايز اهزر مع افضفض عن نفسي مش عارف ايه، مش هينفع. فيعمل ايه؟ ياخد امبريشن جديد واخد صوره سالبه لوجه مكان العين ده ويصبها، يعمل موديل نموذج لوجه موجب على الموديل يبدا يشتغل. بعد ما يخلص يجيبها يحطها هنا، دي اسمها اندايركت ريستوريشن. اللي او اللي مش تبع العين، العين مش عارف بيسموها ايه بقى، تبقى اندايركت وتبقى دايركت يعني. بالمناسبه بتوع طب الاسنان احنا بنعمل الحاجات دي، ارتفيشال اي، ارتفيشال نوز، ارتفيشال اير، يعوض جزء من الواد. احنا بتوع السنه عشان خدنا خواص الواد وخدنا بروسيز نعرف ناخد امبريشن ازاي. خلاص؟ وابتدى في مكان ما بشتغل في السعوديه، فكانوا بيحبوا يعملوا الناس اللي ما عندهم ديفنس، اللي عندهم سماع قليل، يحطوا لهم تيوب. فساعات التيوب دي بتبقى كونستراكتد بيرسونالي، يعني تبقى سبيشال لكل مريض، فيبعتوا لنا ناخد لهم مقاس للايد، نبعته لهم نقول له وهكذا. ادي الاندايركت الكومبوزيت، ادي البريبير ماوث توث كات. فبدل ما اعمل له دايركت بيعمل انكماشات ويديني المشاكل اللي احنا قلناها، هاخد مقاس واصبه ويطلع لي موديل. على الموديل اعمل الليل كومبوزيت واعمل له فيوري ينكمش براحته بقى. وبعد كده اعمل له سيجمنتيشن، اعمل له سيجمنتيشن بنفس الكومبوزيت برضه. يبقى كمية الكومبوزيت اللي هعمل بيها سيمنتيشن قد ايه؟ صغيرة ولا كبيرة؟ طيب هتبقى هنكمش الدنيا على قد حجمها؟ يعني يبقى انا قللت الانكماش ولا ما قللتوش؟ قللته خالص. ده اسمه انفايرمنت كومبوزيت او اقول لك ذا بيست ميثود، احسن طريقة فعلا، هي افضل طريقة. هي طبعا بس تايم كونسيومنج و يعني الكوست بتاعها بيبقى زيادة شوية، لان بياخد اكسترا ستيبس وناس لو المعمل هيعملها لك يبقى بياخد منك فلوس. هي احسن طريقه. يبقى ايه اللي غير ان يور ميثودز يوز تو مينيمايز كومبوزيت بوليمرازين شرينج اند ديسكاس ذا بيست وان. يبقى هتقولهم لنا وتشرح له مين احسن طريقه دي. دي برضه مش مكتوبه في الكتاب صح؟ مكتوبه البيست ميثود. طيب لما نجيب ونقول بيست ميثود هيصرخها، مين بقى اللي هيصرخ؟ هقول له يا مكرم انت ما كنتش بتحضر. بلاش يا مجرمه بقى، يا وحشه انت ما كنتش بتحضرها. صح؟ ويضربوا دماغهم في الحيط. يعني عشان المحاضره بتفسر الكتاب وبتوسع، يعني تخليك بولد مايندد شويه. زي كمان ايه؟ اللي هيقرا بقى في النت يا سلام، ويجيب لي حته كده ما شرحتهاش انا خالص، اقول ده انا اللي ما حضرتلوش بقى المحاضره بتاعتي. فطبعا اللي بيدي له ضرر احسن. في ناس بتعجبنا كده والله، بكتب الورق ما شاء الله حاجه تفرق، خط حلو ونظام كويس و ده لا تملك الا يعني
تبقى عايز تبوس راسه او راسه لو بنت راسه ولد يعني تبوسه بقى بوسه عاديه حاجه دي والله الواحد بيتبسط بيبقى عايز يشيل كده على دماغه الشطار كتبت السؤال ده؟ طيب الحمد لله ان على ما نخلص الحلقه النهارده وعلى ما نخلص القص ان شاء الله هيبقى عندك بنك اسئله زائد اما تروح القطر ان شاء الله جاوب من اللي احنا قلناه وهتبهره هيتبسطوا يعني خلاص ده بتاع الدكتور مبسوط اهو مش احنا قلنا الدكتور ده ما كانش معهوش فالنتاين طب في طريقه كمان تقولها زودها على الكتاب في طريقه اخرى اللي هي the use of minimal shrinkage concept استعمال concept بينكمش انكماش بسيط وهرجع لكم للصوره اللي احنا قلنا سيبناها وقلنا هنحتاجها يعني انت مسك كده ايه كلمه سيلوران يبقى هو concept اللي هو بيحصل فيه minimal shrinkage اسمه سيلوران بصوا كده ايه لا مش انت اللي وراك طيب ارجع لها هيك واقولها مش صح اهي ودي صوره معبره دي رسمه برضه دياجراماتيك رسمه تمثيليه وهقسمها علينا طيب انا ديس جاما او يو دي ان ايه دول ثاني طيب تكريت دول ايه سمعتوهم قبل كده ولا سمعتوهم خواص المرض ولا تمام يعني؟ ولا ايه خواص المرض دي؟ اللي خد خواص المرض اللي كان بيديها الدكتور نجم والدكتور احمد ولا نعرفه ولا حتى عايزين نشوفه مش كده؟ طيب يبقى انا يو دي ان اي او ديس جار والدكتور يو دي ان اي او ديس جار خلاص مونو ولا مونو؟ احنا قلنا عشان السبع دقيقة المرض بتحول من سكندري بوند الى فبين ارن صح؟ يبقى انا سلسله قصيره ولوجومير وهو سلسله قفل دينا ولوجومير برضه اهو احنا مرمر دلوقتي بيننا مسافه اهو طيب لما يحصل لنا عمليه بالمره مش بيحصل كيميكال نيم ثرو وفيرنت بون اهو بقينا ايه المسافه اللي بيننا قلت خالص مجموع الالالان ده هو اللي بيدينا مين بقى البولمرايزيشن ده فين في اليو دي ان اي او البيس جاب او اذا كان الاثنين مع بعض طيب انما طلعوا بقى ماتريكس جديده فيها المونمر بتاعها او الاوليجومير بتاعها بيحصل له عمليه بلمرزيشن فرو رينج اوبننج يعني هو فيه رينج ستراكشر ده انساتوريتد فلما يعني يحصل له عمليه بلمره يحصل رينج اوبننج المركب اللي هو الفانكشنال جروب اللي هي فيها انساتوريتد بوند تفتح كانت دايره وفتحت يبقى انا اعمل بقى دراعتي يا ابني كده اهو اعمل زي زيها اعمل كده مثلث زي او دايره يعني دايره مثلث انا في السيلوران ده وهو سيلوران لما نعمل له عمليه اكتيفيشن وانيشيشن يبدا ليه المرمر او الاوجمنت يفتح لما فتح عشان ايه يتحول احنا بينه وبين المسافه سكن طيب لما فتح ويحصل برايمر اتغير بسيط قوي لا يذكر شكله يسموه ايه بقى مينيمال شرينكج كومبوزيت بي يحصل له عمليه اندماج بسيط او دي الرسمه الدياجراماتيك الفرق ما بين اللي هو المسكريت او اللي هم العيله اللي فيها بيس جاما بيسموهم انيفاتيك اللي هم البولمر ستريت فورورد ستريت مستقيم انما ده اللي هو ايه؟ اللي فيه رينج ستراكشر الرينج ستراكشر اهو لما المونومر يحصل له عمليه بولمرايزيشن يعني يتحول من بين سكن لبون لما تحول الى برايمري بون شايفين المسافه اللي قلت؟ قد ايه؟ انما المسافه اللي قلت هنا قد ايه؟ خلاص؟ صوروها لو مش مقسوم عنها. اللي عايز يصورها يصورها. وزودوها في الميثودز يوز تو مينيمايز بولمرايزيشن. ها مرسومه اهي اهي. طيب خلاص الحمد لله. سليمه مشروعك في الاخر بقى في ال موجود عندكم في الطرق اللي هو التغلب من التقصير
مؤثرات الكومبوزيت كبوستيريور سبيشال. نعم. ايه؟ عندها طريقه يعني يستخدم لتقليل عمليه البرونزيشننج او للتغلب على انكماش الكومبوزيت اثناء تصلب الضرور. طيب امتصاص الميه ما لهاش علاقه بتيت بره. امتصاص الميه هنقول السبب بتاعها ايه؟ والتاثيرات بتاعته ايه؟ ونبنى نعمل اسقاط على نشوف بقى الديفرنت تايبس اوف كومبوزيت الماكرو والمايكرو والنانو. مين اللي بيمتص ميه اكتر؟ هل اللي فيه ماتريكس كتيره ولا ما لما نعرف السبب ان مين اللي بيمتص الميه هنعرف ان السبب في امتصاصه لما يكتر نسبته يزيد امتصاص الميه. اسبابه ايه بقى؟ احنا قلت السكندري بوند الهيدروجين بوند بتتحول الى ايه؟ برايمر. طيب بنعمل بولمر تشينز يعني بنعمل سلاسل من البولمر. فبدل ما كان المونومر وحيد كده وفيه ربطه هيدروجينيه ضعيفه وعمال يتزهن على بعضه سائل فتحول الى برايمر كوفيلنت وطول عشق في بعضه فبالتالي عمليه الستالدنج بسطت شقفه قل عمليه الانزلاق على بعضه قل. ما هو ده التصرف؟ يعني اللزوجه زادت لزوجه عليه يعني الزحلقه بتاعت الجزيئات على بعضها بقت صعبه. هو ده اللي بيحصل عمليه الايه؟ التصلب او النشفانه يعني. خلاص؟ طيب هو ما بين بقى السلاسل وبعضها بيصاحب الكوفيلنت بوند ايه؟ برضه هيدروجين بوند. يعني يبقى بين السلاسل وبعضها البعض في ايه؟ هيدروجين بوند. ايوه. طب لما احطها في ميه الميه فيها هيدروجين بوند ولاد عم هتخش. يبقى سبب اساس الميه وجود الهيدروجين بوند اللي هي سكند الكوفيلنت بوند اللي في الماتريكس. طب من هنا بقى استنتجه لي بقى يبقى اي كومبوز هيبقى فيه ماتريكس كتير يمتص ميه كتير ولا قليل؟ اند فايس فيرس والعكس صحيح. طيب اي كومبوز فيه فيلر كتير هيمتص ميه كتير؟ نو. ليه؟ واي؟ لان هو انرت لا يمتص. هو يتمص يعني ممكن الميه تيجي على سطحه وتقف خلاص هياخد شويه صغيرين خلاص. انما الامتصاص هيختلف بقى وايه ويعبي جوه الفراغات يعني المسافات اللي هي ايه بينهم. يبقى الانجريدينتس ريسبونسبل فور ووتر سوبشن حاجتين اثنين مينلي اساسا هيدروجين بوند وسكندري اللي هي ادزوربشن فايز فيلر ادزوربشن. يبقى دوكا يعمل ادزوربشن انما ده يعمل ادزوربشن. يبقى الاساس هو مين؟ ماتريكس. الفيلر قليل قوي يعني يعمل ادزوربشن بس مينلي الادزوربشن وفيز الماتريكس دي من الاثنين اللي هي الفيلر الدازنت ابسورب بات ادزورب يعني شويه صغيرين على السطح يبنوها كده انما ما تمتصش يعني. طب ايه هي بقى تاثيرات الووتر سوربشن؟ يعني ايه هي الاثار الجانبيه لامتصاص الميه؟ الاثار الجانبيه في اثار نافعه واثار ضاره بس معظمها ضاره. البنفيشال افكت حاجه واحده بس اللي هي ايه؟ ات كومبنسيت بارشال فور ذا بولوشن. طب ممكن نزودها عليه بقى على الميثود اللي هو مينيمايز بس دي مش بايدينا ده خلاص؟ يعني ما هيش اندر اور كنترول. عيوبه اكتر. عيوبه ايه بقى؟ هو هيمتص ميه، هي الميه ديت ميه بس ولا فيها بكتيريا وفيها صبغات اند صون؟ لذلك انا لاحظتها وما تتخرجوا وافتكروا بقى الكلام ده كله. هتيجي تعمل تروف ريدكشن فيها كومبوزيت اجارك الله بالريحه. خلاص؟ طيب يبقى نلبس ايه بقى؟ الماسك عشان يفضل كمان ايه؟ اي بلاوي طبعا. اتعود ما تعملش حتى في اللاب بري كلينك نفس الكلام. والمفروض انا رحت المعمل لقيت ريحه بودره محروقه المفروض يعملوا سكشن عارفه اللي يعملوا يعني حاجات زي المطبخ مش المطبخ بيبقى فيه سكشن مروحه ترمى على بره القرف ده لازم يعملوا مراوح جنبي وعلى بتاع المونور برضه بتاع الكريم كريزن ده احنا كنا
هقول ايه بس الواحد نفسه يرجع الميدان من ورا ثاني. كان عاملين معهد كنا مش في مركز كبير جدا تبع اكبر مستشفى في المدينه. فعاملين انت اللاب انستراكشن تعرف لو جه الفيش قدامه يشفطوا ما تجيبش اثر او موديل صغير ممكن يشفطه منه لما تشغله. ما فيش اي روح حته فيها كده كليات هذا يعني هناك طبعا هم بينفذوا اخر ما توصل للعلم معاهم طبعا ربنا يزيدهم ونتمنى لنا زيهم يعني ان شاء الله مش بعيد عن الرب في مشاكل خير يعني. طيب يبقى خلاص خلصنا من الشيء اللي فات. طيب الديكريمنتال افكت يبقى هيحصل له ستيجك للقمص باي تايب وده حاجه افكتك هو الاولر. بقول لك لذلك القمص انا شخصيا ما بحبش الديكريمنت اهلا بس في ناس بقى مغرمه بيه ويضحكوا بيه على المرض. ده حشوه جميله وما تبانش. طب انت عندك اولد امالجم ريستوريشن والامالجم ريستوريشن يعني شغال وسليم ليه تروح تغيره؟ بيضحكوا على المرضى بقى الجماعه اللي هم ما عندهمش ضمير عشان ماني وايز يعني ياخد فلوس ويقول لك عياده مش عارف هوايت شاين والشاين مش عارف ايه. انا سمعت ان في واحد كده فاتح عيادات جامده قوي في مصر. الولد ده كان بدرسه في جامعه مصر معرفش هو شكله حلو كده ولا لا. جه زار جامعه مصر مره البنات قالت ايوه يا دكتور شادي اسمه شادي انت عملت ايه؟ احكي لنا قصه حياتك. قلت له تعالى انا اقول لك قصه حياتي بقى. هو قلت لي هو سمعت ان الدكتوره بتقول لك فاتح مركز في القاهره جديده مش عارف ايه على وبيضحك على المره بقى بالبليتشي ومش بليتشي والفينير وهوليود سمايل وهوليود زفت وكلها حاجات لو فيها كومبر ما تقبلش يعني قرب من حد كده عامل القرف ده هتلاقي ريحه بقه. ما يحصل ليكش تحت الفينير ده والليكش بقى اجارك الله في بقى البلاوي كلها وباينين يعني واحده بتتكلم كل استنى بيضه وبتلمع ايه؟ صناعي صناعي يا بنت الذين امنوا ما تلعبيش علينا ما تضحكيش علينا يعني اضحكي على العريس اه. فارجوكم اشتغلوا الشغل ده. طبعا لو انديكيتد لو السنان هتعمل لها يعني اتكسرت وحاجات خلاص ماشي انما اسنان سليمه زي دي وفيها شويه ديفيشن يعني سناني مثلا ده ما فيش اوكلوجن طالعه بروتروبت او يعني ناس ده. طب ليه اروح بقى ابوظ عشان ابقى زي بتوع زفت هوليود؟ ما هوليود اللي احسن من هوليود بتوع ربنا. مهم. طيب يبقى الكلر ديترمينيشن او ديتيريوريشن. نمره اثنين الابزورب ووتر بتساعد على حاجه اسمها هيدروليك بريك داون للماتريكس يعني الماتريكس تتحلل وما ادراك ما التحلل. كمان عندك الدلتا الكومبوزيت اللي فيه بيس جاما او يو دي ام اي بيدي حاجه اسمها البايسفونيل ايه. البايسفونيل ايه ده خطير جدا. ليه؟ هو بيطلع كمان من البلاستيكات الاخرى كيس البلاستيك كونسول. الماده ديت استروجينيك وبري كانسرس وفيهم زميل لكم مش عارف معانا ولا وراني امبارح فيديو كده الميه بطلوا يعبوها في ازايز مش انت اه بطلوا عجبني الفيديو ده. الميه بطلوا ليه؟ لان الازازه بلاستيك وتطلع بايسونيل ايه؟ زي اللي في الكومبوزيت. فيبقى احنا بنساهم ان احنا نجيب المرض سرطان بعد مده بنساهم انما مش احنا الاساس يعني. بيطلع بيجيب لك الميه على حاجه زي هيدروجين كده حاجه كور من الجيل كده تحطها بوق وتبرشها خلاص عشان ما يعجبهاش البلاستيك. عجبني يعني حلو فكره حلوه. عشان ايه بقى؟ خوفا من مين؟ من بايس فلور اللي بيطلع من مين؟ من الدنتال كومبس. خلاص؟ اما حد يهاجم لكم الامالكم ابدا بقى يخش له بالنقطه دي يقول له يا حبيبي ما الكومبوزيت از نوت فري فروم دروباكس. الكومبوزيت مش خالي من العيوب. لا هو مميزات اه الثيتك ما بيبانش. اه يعني كومبوزيت لحد ما العريس يدفع المهر ويكتب القايمه وخلاص بعد كده غيري بقى ملجأ. لا طبعا انا بضحك وهزر يعني كمرحله انتقاليه بس. يبقى دي تحسينات ايه؟ برضه صفه فيزيائيه له للكوفيشنت اوف سيرمال اكسبانشن. فاكرين السيجنفكانس اوف كوفيشنت اوف سيرمال اكسبانشن اندستري؟ لسه خلصونه الترم اللي فات؟
كان اهميته ايه بقى؟ ان اي فيلنج ماتيريال لازم معامل تمدده وانكماشه يجاري. طبعا الايدل يبقى زي، انما عمره ما هيبقى زي الا اذا كان انامل ودنتين وسمنت. يعني لو انت عملنا حشوه وصلنا ان تبقى من الانامل والدنتين والبتاع هيبقى زي، انما تكون مقربه. مقربه يعني يعني شويه صغيرين يعني قليله شويه صغيرين. الاورو تقف قد وات عشان نتجنب ايه بقى؟ مارجن تركوليشن. نتيجه ايه؟ يشرب ساعي ينكمش كتير، يخش ميه او سائل يعني من البق شاي او اي مشروب. بعد كده لما النورمال تمبشر ترجع ل 37 تاني لازم ترجع يتمدد كتير. لما ده كتير يجي حاجه شويه ميه جوه يضغط عليهم يطلع على ايه بيه؟ بابلز، يبقى للكلى اسمها مارجن تركوليشن. طبعا الحكايه ديت بالوقت برضه يحصل ايه؟ كيرز ريكارنس او يحصل بالب ريتيشن او بالب نكروزس. ودي كانت واضحه قوي انفيلد ريزن اللي احنا بنينا عليه كومبوزيت، يعني الماده اللي بنيت عليها كومبوزيت كان اسمها انفيلد ريزن، زي الاكريل اللي بتعمله منه سبيشال تريد بس كان توث كالرد، فكان معامل تمدده وانكماشه من 7 ل 10 مرات قد السن، فكانت مشكله خطيره قوي. الكومبوزيت لا، مين اللي قلل بقى؟ جو فيش احسن لك ماشي الفيلر. يبقى اي كومبوزيت فيه فيلر كتير هيمتص ميه كتير ولا قليل؟ والعكس. طيب لوحده. طيب في الكوفيش احسن من اكسبانشن كان مين اللي بيقلله؟ الفيلر برضه. يبقى اي كومبوزيت فيه فيلر كتير هيبقى معامل تمدده وانكماشه مقرب ولا بعيد؟ قريب من توست ستراكشر اند ديفايس. خلص الموضوع بتاع الكوفيش احسن من اكسبانشن. هو الكومبوزيت تقريبا من ثلاث مرات قبل الاستراكشر، حاجه يعني قبل يعني بيسميها ايه يا ربي؟ اكسبتابل يعني متقبله، يعني ات هاز نو ديتريمنتال افكت. لما يبقى من ثلاث مرات قد التوس ما يعملناش مشاكل. خلاص؟ خلص الكوفيشن خلص الاكسبتابل. ريديو بس. طيب هو الامالجم ريديو بيك ولا ريديو ليوسنت؟ معدن بيبان في الاكس راي ابيض زي العظم. بروح اعمل اكس راي على ايديا تلاقي الايه؟ العظم باين ان هو سوفت تيشو ولا كانه موجود. ليه؟ لانه سوفت تيشو اورجانيك ماتيريال اللي عباره عن كربون اكسجين وهيدروجين. طب في الكومبوزيت بيزيد عليهم ايه كمان؟ اللي هو التراديشنال كومبوزيت، الكومبوزيت الكلاسيكي العادي بيزيد عليهم سيليكون دايوكسيد اللي هو الفيلر للجلاسز يعني او الكوارتز. دول برضو ايه؟ ذرات صغيره جدا. لما الضوء بيجي عليهم ما يشوفهمش. يعني كان ولو كان ايه؟ سوفت تيشو. طب والكيرز بيعتمد على ايه؟ ان بيبقى فيه اسيد حامض، الحامض يعمل اكستراكشن للمينرالز الكالسيوم والفوسفورس، واذا كان فيه بقى ايرن كل المعادن اللي في المكتوث بيحصل لها اكستراكشن. يبقى قال مين؟ الاورجانيك ماتيريال بتاعت الانامل والدنتين. يعني ايه برضه؟ يعني كربون وهيدروجين واكسجين، فما تبانش. فالتسويس يبان ايه في الاكس راي؟ ريدي لوسنت ولا ريدي اوبيك؟ لوسنت، ريدي لوسنت. خلاص؟ طيب الماتش بقى كوربوس كلاسيكي عادي خالص يبان ايه؟ الكلاسيكي العادي اللي ما فيهوش ريدي اوبيك ماتيريال يبقى ريدي لوسنت. طيب انا عايز اعمل فولو اب، عايز اطمن ان الحشوه بتاعتي اتملت الكافيتي ولا لا؟ مش هيبان، يبان لي فيه حته سودا يعني كان مع زيت مغازيل. طيب عايز اشوف اذا كنت انا مثلا في كلاس 2 خاصه. في كلاس 2 هتحكي في الاوبرتيف ان لما باجي اعمل ريسبريشن بحط ماتريكس. ماتريكس يعني ايه؟ عارفين الشده بتاعت المسلح اللي بيعملها خشب كده ويصب عشان يعمل عمود حوالين الحديد عشان يصب ويعمل كوندنسيشن للاسمنت للمسلح يعني اجينست. لو هو ما حطش الشده دي يحط المونه هتجري منه وتسيب. اهو انا نفس الحكايه لما باجي اعمل ريستريشن لكلاس 2 يعني كومباوند كافيتي لازم احط الماتريكس دي اللي هي الشده عشان اعمل كوندنسيشن اجينست. فطبعا التوث فورم مختلف، من عند النك بيبقى نارو، من عند الكروسه ايه؟ واي. فلما احط الماتريكس هتبقى واخده مين؟ الشكل اوسع حته فيه، يعني من تحت ايه؟ في مهرب. فحط الامالجم واعمل كوندنسيشن او الكومبوزيت بعد ما فك لما يتصلبوا
اجي اخد اكس راي الاقي الكومز او الامالجم ضغط على اللثه انتر دلتا بابيل. المرضى يقول لك يا دكتور من ساعه ما عملت الحشوه دي فعلا بيقول بلغته كده يقول لك لقيت اللثه حبلت. هو حبلت يعني وردت يعني. طبعا الكلام ده مظبوط علميا. يقول لك لما تيجي تعمل دايجنوزس وتاخد تاريخ الحاله المرضيه منه اكتبه بلغه المريض مش بلغه انت. ما تقولش جيجمنت انلارجمنت يعني لسه تضخمت. هو يقول لك لسه حبلت. الاصطلاح بتاعه كده مظبوط. تعرف على طول انت عملت ايه بقى؟ مارجن اوفر هاند. فاكرين المارجن اوفر هاند في الامالجم كان بيجي يا اما انت ما ركبتش الماتريكس يا اما ايه بقى حصل ايه الامالجم؟ عارفين محمد صلاح او جماعه الكوره بعد ما بيجيب جون بيجي نازل على الارض ايه؟ ومتزحلق بنسميها ايه؟ زحف. عارفين الطفل هو صغير مش بيسحب على الارض ما بيعرفش يمشي يسحب. واخدنا في الخاصيه في الامالجم اسمها كريب. يبقى ممكن الكريب بتاعت انت الامالجم يسبب ايه بقى؟ مارشال اوفر هاند. خلاص؟ طيب ازاي بقى نتغلب على الحاجات دي كلها؟ ازاي انا تو بي شور ذات ماي ريستوريشن از كوركت؟ ازاي اتاكد ان الحشوه بتاعتي مظبوطه؟ ماليه كامل كله؟ مفيش مارجن اوفر هاند؟ عايز اعمل فولو اب بعد كده مفيش كيرز ريكارنس. يبقى لازم الكومبوز بتاعي يبقى ايه بقى؟ ريديو بي. يبقى التراديشنال كومبوز كلمه تراديشنال او كلاسيكال اللي هو البكر الكومبوز البكر بتاعنا لو اول كومبوز اتعمل ما كانش ريديو بي. فهم طبعا بالوقت تنبهوا الحكايه ديت وبداوا ينتجوا الكومبوز يبقى فيه ريديو بيك مكان. يبقى عشان اخلي الكومبوز ريديو بيك لازم احط فيه هيفي ميتالز زي الباريوم والاسترونشيوم والزيركونيا. دول ذراتهم كبيره فتعوق الايه؟ الاكس دي. ما الاشعه ضوء زي الضوء بس هو دقها ايه؟ الاشعه ضوء غير مر في الانفيزبل رينج يعني. طيب الكلر ماتش برضه في الكلر ماتش هنتكلم على التراديشنال كومبوز كله لازم يعني الكومبوز الكلاسيكي اللي هو البكر بتاعنا. سبحان الله البكر ده بيبقى متدلع في المولود يعني وابو وام يتعلموا فيه وهو يتعلم فيهم ها ويدلعوه جامد قوي. بس بعد كده ما هو ربنا بيعوض بقى يعني ايه لما تتدلع كتير لما بتكبر بتشيل المسؤوليه تبقى انت الاب التاني او الام التاني مش كده؟ عندي احفاد فالبنت الكبيره حفيده طبعا اخذت دلع جامد وهي صغيره. المهم كبر دلوقتي بقى ايه؟ لما امها تبقى مشغوله او هم عندنا والعيال يزهرونا صغيرين اقول لها يلا اسمها زينه يلا زينه شوف العيال تاخدها فعلا ممكن زي ما بتاخد انت حب وحنين كتير بتشيل مسؤوليه كتير مش كده؟ طب ليه اخر عنقود بقى بيبقى متدلع جامد قوي؟ عشان الاب والام يقول لك يعني احنا مش هنلحق نديله الحنان مش هنعيش معاه المده الكافيه زي ابوه اخواته الكبار فبيحاولوا ايه يديله جرعات مكثفه وبيبوظ بالتالي بيطلع بايظ ها فما تدلعوش. في حد هنا اخر عنقود؟ الله 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 لا مش متدلعين اهو يبقى القاعده لها شواذ برضه. طيب خليكم تفشوا شويه مش كله علم علم. فين الباقي؟ يعني المفروض انتوا حوالي تقريبا 200 طالب يقدروا. بنعيد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في كام؟ 1 2 3 4 قول 5 بلاش الاثنين ده خالص يبقى 5 في 45 هنا وطبعا هنا هيبقى نص وهنا نص وهنا كمان 45 الاثنين يبقى 90 طالب اقل من النص. طيب خليهم بص اللي بياكل هدرسه ينفع نفسه ولا تلومنا بقى ما حدش يلومنا يقول انت شايفتني يا دكتور او انا ما جبتش تقدير كويس يا دكتور مش انا اللي احضر وابذل مجهود هتاخد الفول مارك. واحنا ما حدش بيظلم حد من الدكاتره بالعكس انا بيبقى سعيد لما حد بيجاوب كويس يعني مش بنرصد الاخطاء يعني. اللي له وقتك يعني او زميله او زميله ينصح يقول له احضر عشان تستفيد يا ابني ويا ريت انت دافع تعمل الحاجات دي ابوك دافع حاجه معلق جبينه. طيب يبقى الايرست كومبوزيت الكومبوزيت القديم البكر كان بيعاني من تغير في اللون. ايه هي اشكال التغير في اللون؟ هم ثلاث حاجات برضه من غير حفظ كده يا عند المارجن يا عند الحافه بينه وبين السن يا على السطح يا كله.
اللي عند المرجر يسميه المرجر ديسكلوريشن. ديسكلوريشن ايه السبب بقى؟ اللي هو ايه؟ الشرينكج واللي انا ما عادش اعوضه. طبعا لا الكوفيش عشان ما يجيش لانه احنا قلنا قليل قوي ما يقديش الى المرجر بالكوليشن. يبقى الشرينكج اللي انا ما عوضتهوش. اديني مرجر بالكوليشن. طب السطح؟ السطح احنا اخذنا الماكرو والمايكرو. مين اللي هو بولشابول كومبوزيت؟ المايكرو بولشابول. يبقى مين اللي يحصل فيه الديسكلوريشن؟ الماكرو. يبقى في السيرفيس ديسكلوريشن يحصل في الماكرو في الكومبوزيت. البالك. طب قولي لي بقى انت السيرفيس ديسكلوريشن اللي دي هي منطقه حمراء. ها السيرفيس ديسكلوريشن ايه سببه؟ ها كلهم عارفين اللي كانوا منتبهين معايا لسه شرحها. طيب هنسهل شويه في الماكرو ولا في المايكرو فين بيحصل سيرفس؟ لا بقول لك في المايكرو. خليكي انت قاعده وكانك مش قاعده وبالعكس ابعد عنها يا ولاد اه عشان هي هتشغلك. هي إيه اللي كانت بتتكلم وانت بتسمعك. طيب البلك احنا خدنا يا كيميكال كيور يا لايت كيور. مين اللي بيحصل فيه ديسكلوريشن؟ يبقى البلك بس ثلاث شوك بتكتبهم في ممكن في سطر واحد. مارشال ديسكلوريشن بين قوسين ديو تو بولمريشن شرينج او ان كومبنسيتد بولمريشن شرينج. نمره 2 سيرفيس ديسكلوريشن اتو كيرس ان ماكرو فيت كومز. بالك ديسكلوريشن التكس بليس ان كولد كيور كومز بتاع ده اه كومز او كيميكال كيور كومز. بس شوفوا نعم ما هو مكتوب وعندك في الكتاب الماجر سبريشن ديو تو ان كومبنسيتد بولوجيشن شرينج. مش مكتوب عندك كده؟ ما مكتوب عندك ايه؟ طيب يا حبيبي انت وهو وهي وهو. طيب الماجر الجده جايه من ايه؟ فسرها الماء للماء بعد الجهد والعرض. بصوا الكلام مكرر يا حلاتي والله خلاص المواد الجميله من عروسه كنت بتوسعها على طول. انا فعلا عايش جواها انا يعني داخل جوه السلاسل وجوه التركيب يعني الفتها وانتم ما تالفوها هتكون زي واحسن. خلاص؟ ادي الثلاثه. طيب مين هيبقى احسن؟ الماكرو ولا المايكرو ولا النانو؟ في الاسيتيك النانو طبعا لا يعلى عليه. في فرق هو شايفين الصوره دي مش عندكم برضه؟ بقول لك ليش يعني الاثنين مبدئيا الكومبوزيت في الاول يديك بس كلر ماتش باي تايم بيحصل ديسكريشن. مين اللي حصل فيه ديسكريشن اكتر؟ اللي تحت ولا اللي فوق؟ او اللي تحت ده هو كلمه كتير ولا لايت كيو؟ بس خلص الموضوع. يسموها عشان تعطل الكلام وتصدقوك يعني. حتى عامل لك نوتة دي تحت ممكن تسميه فيزيكال لايك اكتيفيتي كومبوزيت وسباين اور مايكرو فيلم. But the composite has much more color than the composite. The other thing is that the composite is not the same. The composite is not the same. The composite is not the same. The فيلا خلاص؟ ما عندوش مشكلة. شايفين بقى السوق الحاجة الربان والناس الواحد بعد ما بيعجز هما الاثنين دول شوفوا معجزهم بس قلم عشان يشجعك. يعني دي هي دي وده هو ده. هم صح؟ ينفع الكلام ده؟ بس بعد ايه؟ بعد 70 80 سنة. مش بعد 60 سنة زي عشان أنا لسه بدري يا عم 63 دلوقتي. طيب إيه رأيك بقى إن هي مش صور حاجة؟ دي رسمة. لو دققت شوية هتلاقي إيه؟ بص واحد قاعد أهو وماسك حاطط على دماغه حاجة اللي عاملها الأي برو الحاجة عشان ما تقعش. وهنا نفس الشيء واحد بيعزف. يعني الناس طبعا بتتفنن. خلينا نفضفضوا
اتعكس على واحد على عصر، بعد كده اتعكس على كذا واحد، بعد كده اسحب بقى معه في البيت بقى ومفيش بقى امزح حضرات. يبقى الواحد طفل يصحف وبعدين يبلغ القوه وبعدين يبدا في النزول. خلط الله كده، انما اروح بقى اخد اعشاب واخد ما اعرفش ايه، هطول ايه ولا اعمل ايه ولا فلازم نحط ايه؟ يعني نستغل بقى شبابنا للهرم بتاعنا، العمل بتاعنا. طيب هنا مكتوبه ايه؟ الهيجن تو ستراكشر، او ممكن نتكلم على ايه بقى؟ يقول لك رايت شورت نوتس اباوت بوندنج اوف ديتال كومبوزيت تو ستراكشر. ها البوندنج يختلف عن الهيجن؟ مفيش خلاف. ايه؟ اكتبوا عنوان ده، يعني بدل ادهيجن تو ستراكشر يبقى ايه؟ بوندنج تو توث ستراكشر. وده ممكن يجي سؤال، يبقى بوندنج اوف دلتا كومز تو ستراكشر ميكانيكال ولا كيميكال؟ ميكانيكال. طب والامالجم؟ طيب هو الميكانيكال هنا زي الميكانيكال هناك؟ الميكانيكال بتاع الدكتور احمد ها؟ مش حلو قوي، هيزعل مني دلوقتي. بعد ما انا بدرسه برضه هيبقى مش حلو، انا بضحك يعني. انما بتاع الدكتور احمد ماكرو بتاع الامالجم يعني ماكرو ميكانيك، يعني لازم اعمل اندر كات. انما في الداتا كومبوزيت مايكرو، حاجه بقى صغيره. يبقى هو دوكها ماكرو وده مايكرو. يبقى اقول لك شو ذا كروكت انسر، ممكن يجي الام اس كيو كده. داتا الامالجم ميكس ماكرو ميكانيكال ولا مايكرو ميكانيكال؟ ماكرو. ويراز بينما داتا الكومبوزيت ميكس مايكرو ميكانيك. هذا ممكن يجي سؤال، والسؤال يجي باشكال مختلفه، يا كومبليت يا تشوز يا ترو او فولس. السؤال ده يتفصل بالثلاث هيئات دول. طيب الرسمه دي بقى هي الفرق ما بين الميكانيكا، يعني ادي ماتيريال ايه مع ماتيريال بي ولازقهم بحاجه، يعني ادي جراف والتو ستراكشر حطيت منهم جندر سيمي اسمنت. في التو ستراكشر بنعمل مايكرو بولز، وفي الريستوريشن برضه في الفيتنج سيرفيس بتاع العلفه بعمل مايكرو بولز. الاسمنت يخش ويلزق ويملى المايكرو بولز ويتصلب ويعشقه، ده اسمه ميكانيكا، ده مايكرو ميكانيكا. انما ده ايه؟ ها؟ كيميكال على طول. كيميكال يا اما برايمري يا اما سكند. خلاص؟ في جديد ولا اخدته ده في الشابتر بتاع السيرفس فينومينا؟ فاكرين السيرفس فينومينا؟ الاديشن حتى كانت مش في الامتحان. رايت شورت نوتس اباوت فاكرز افكتنج اديشن. اهو اخدتوه هناك، مفيش جديد هنا، بنطبقه بقى على المكان. فاكرين البوس؟ الجيكو مش الدكتور احمد وراكم في الستايل الجيكو؟ قال انه المفروض عامل الحاجات دي مستعين بالجيكو ده لشرح الاديشن الخطير. هو الجيكو ده عشان يتعلق في السقف ولا يمشي على الازاز بيعمل ايه؟ ها؟ بصوابع. طب بصوابع فيها ايه؟ فيها هايفي. مش هيفاء وهمي بقى. هيفاء وهمي ما تخليش يمسك. خليه يطب على دماغه. انها فيها هايفي، هايفي يعني ايه؟ عارفين الشعير والبتاع؟ في حاجه اسمها ما اعرفش دقن العجوز ولا دقن ايه؟ بتلاقي طاير منها كده النبات يعني او شجره طاير منها حاجات فيها شعيرات كتيره قوي. او الاندر سيرفيس بتاع الجيكو مليان بالشعيرات دي. الشعيرات دي لو عايز ينسى يفردها خالص عشان يكتر السيرفيس اريا، وهي فيها سيرفيس انرجي، فلما كتر السيرفيس انرجي ينسى. طب عايز يتنقل من حته لحته يعمل كونتراكشن، يتمش الهايف دي ويخليها مثلا على الاصابع او على جزء صغير يقوم يفصل وينسوا. احنا بتوع علوم الفضاء اخذوا الحكايه دي، والسترات الستره بتاعت حاله الفضاء ما عندوش بقى وقت يقعد ايه يزرر ويعمل، فعملوا لهم ايه؟ حاجه زي الهايف، زي عارفين الشوز؟ ما اعرفش اسمها ايه؟ حاجات كده الياف كتيره ومعشقه في بعضها، اللي هي بتاع اللي بيلفوا بيها السلك بتاع الكمبيوتر وتلاقيها رابط بيها السلك بتاع الكمبيوتر، هي دي مستغلين السيرفس انرجي اللي ياخدوها من مين؟ الجيكو ده علم الانسانيه ايه؟ حاجه زي الغراب علمنا الدفع، ما كناش نعرف الدفع. فلازم تتعظ لما تشوف حاجه حاول
تلقطها تستفيد منها، يا ريت بقى تبقى مخترعين وتكتشف حاجه ما حدش اكتشفها قبل كده. طيب يبقى قلنا دلوقتي انا عندي الجي او اهو بعد ما عملت كارت بريشر خلاص درست دياجرامات للبروسس نون اس اسيد اتش، لي طريقه علشان ازود اتصاق التومسوس بال بتسترش، بس ما زال على مستوى الميكانيكا مش كده عشان ما تخدعوش. قلنا بنت التومس افضل اسيتيشن في الاستراكشر وين ميد كيميكال بوند ترو ولا فولس؟ فولس ممنوع ده، يعني ما زال ان هو بيزود الميكانيكا بس. طب ازاي بيشتغل؟ اهو الجيكو وهو ضامن صوابه مش هيمسك وايد، فاعمل ايه؟ خلي الجيكو يفرد الهايفر فتزيد السيرفس ايريا، تزيد السيرفس ايريا كمان. هي السيرفس ايريا بتزيد بايه؟ السيرفس ايريا لما تزيد السيرفس ايريا بتزيد. نمره اثنين بيشيل حاجه اسمها السمير لير. السمير لير دي عباره عن ايه؟ برودكتس اوف كارت بربريشن، عوالم الكارت بربريشن بيطلع بودرات ومش عارف. يعني الراجل اللي هو عايز يلفق بالحكايه دي بيجيب صنفره وينعمها قوي عشان يشيل ايه؟ اي ينضفها عشان يشيل اي برودكت. هو احنا لما بنعمل كارت بريبريشن بيتبقى شويه عوادم من الحفر. العوادم دي بيسموها سمير لير، السمير لير دي بتستهلك السيرفس انرجي زي الانبيورتس، فبالتالي المجال زي ده تبقى ضعيفه قوي. فالاسيد قوي الافكت بتاعه هتلاقوا بعد كده ايه؟ تاثيرات الاسيد انرجي، ات ريموفز سمير لير او الانبيورتس. ذيرفور ذا ماتيريال ويل ريجين اتس سيرفس انرجي. يعني الشيكو لو صوابعه انت عارف لو عايز الشيكو ده ما يعرفش يسحب تعمليه على الازاز دول كده توصل شويه ايه؟ دقيقه على الازاز يجي يطلع الدقيق يستهلك السيرفس انرجي بتاع الذباب وهيطلع منه شويه على صوابعه برضه يستهلك السيرفس ما يعرفش يقع على طول. يقول لك عارفين واحد اللي راح للدكتور واحد اخونا بس مش عايزين نقول بقى جنسيته ايه يعني المصريه. طب قول له انت بتشيك من ايه؟ قال له بجرى فقع بيجي يقف يقع. يعني دي الدوخه اللي هي ايه؟ الجي بيعطش من باجي اقف اقع يعني عنده دوخه يعني. فهو اللي بجرى فقع. طيب يبقى تاثيرات الاسيد اتش ايه بقى؟ بيشيل السمير لير، بيرجع السيرفس انرجي، بيزود السيرفس ايريا، بيعمل مايكرو بورس. الاديز اللي بتبدل لاستر بتخش وتعمل لها من الانشاء وتتسلط وتعشقها في بعض. بنعمله بايه؟ باسيد فوسفوريك اسيد تركيزه حوالي 37%. يبقى الايه؟ فوسفوريك اسيد اتشنج لما نيجي نتكلم يقول لك رايت شورت نص اباوت اسيد اتشنج يعني اوبر تو انكريز بوندنج اوف كومبوزيت تو تسترش. هتقول لي بنعملها ايه؟ وبنعملها ازاي؟ والمواد اللي بنعملها والمواد اللي بنعملها بيها فوسفوريك اسيد 37%. الايه؟ عشان ايه؟ ازود الميكانيكال بوند. ده صوره هو بيجي يا اما على هيئه جيل او دروبس او ليكويد يعني. مين هيبقى احسن في وجهه نظرك؟ الجيل ولا الليكويد؟ الجيل، لان الجيل ده كونفايند على الاريا، لما احطه على الاريا كان باطل فيها قاعد فيها باطل. انما الليكويد في الايه مش عايز اعمل لها سيتش ممكن يروح عليك خلاص. هاتي الحاجات دي في الكوبري بقى وهتحبوها. يبقى لما تيجي تشتري اشتري الجل احسن. السطح هو ده صوره بالميكروسكوب الالكتروني لسطح الهام المعمول. هتلاقي حته الصوره دي اللي هتشال منه، يعني هو بيعمل سيلكتيف ديستريبيوشن، بيشيل من حتت اكتر من حتت تانيه من تو ستراكشر. يعني تاثيراته او سيلكتيف ديستريبيوشن دي في مايكرو بورز بيزود السيرف انرجي، بيعمل مايكرو بورز. طيب الميكانيكال بروبرتس شرحناها في اول الايه؟ النهارده خلاص خلصنا منها. الميكانيكال بروبرتس سواء بقى ايه تنسال سترينس كومبوزيت سترينس موزيك ليست، كل الصفات الميكانيكيه اللي درستوها الكومبوز اللي فيه فيلر كتير واللي فيه فيلر قليل يبقى الميكانيكال بروبرتس بتاعته. بايك الميكانيكال جميله قوي، لازم نعرف واتس بنت باي باي كومباتبلتي. يعني ايه باي كومباتبلتي؟
هي الماتيريال. مش فاكرين احنا في البايو ماتيريال هي عباره عن ايه بقى؟ ناتشرال او سينثيتك ماتيريال كام ان كونتاكت وذ ليفنج تيشو بتعمل تلبس او فانكشنال ان كونتاكت وذ ليفنج تيشو بتعمل. طيب النضاره دي المفروض تكون بايو كومباتبل ولا لا؟ ماذا والا بلبسها كده بعد فتره انا حاسس هتلاقي الحته ديت ايه اشيلها كده تلاقي الحته دي حمراء. ده لو الاريديشن لسه ايه مايل، انما لو زود ممكن يحصل ألسريشن تقرح. زودت اكتر بقى بمرور مثلا 50 60 سنه تعمل اللهم احفظنا ايه بقى تيومر. او ده لوكال، لو لوكال هنا او ممكن تكون حاجه تعمل سيستميك يعني تعمل تاثير على انسجه اخرى او على اعضاء من الجسم اخرى. وكل حاجه بتلمس انسجتنا الحيه لازم تبقى باي كومباتبل. فالكومبوس بيلمس ايه؟ الدنتين، والدنتين ماده نيرفنج حيه فيها حياه. الانامل تقريبا اللي ما هواش فيه حياه يعني الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش نيرف ولا بلاد سبلاي هو الانامل. يبقى تعريفه هو جنرال تير مينز البايو ماتيريال ديفايس او كونستراكت كان بين رول انتو دايركت كونتاكت مع النيرف تيشو وزود ايه بقى من غير ما يعمل لوكال او سيستميك او تيولوجين. يعني لا يعمل لوكال كاليبريشن ولا سيستميك كاليبريشن ولا يبقى مصار طبي. طيب خلصنا على عرفنا بقى. طيب هل الداتا كومبوز بتاعنا هو باي كومباتبل ولا نون باي كومباتبل؟ انت يبقى باي كومباتبل وانت ما يبقاش. برضه هيقول لك الكومبوز القديم كان ايرثي للاسباب التاليه، يا اما ان هو يبقى انسفيشنت بولمرايز يعني انت ما عملتش سفيشنت بولمرايزيشن له فيبقى في انكيورد اولوجومير او مونومر. الانكيورد اولوجومير او مونومرز المولوكر ويب بتاعها السايز بتاعها ايه؟ صغير. انما لما يحصل عمليه بولمراي ويبقى تشين. طيب يا مين اللي يقدر يخترق الفنتانيك ديول ويروح يتدحلج بالبلدي كده ويخش للعصب ويعمل له ريفيشن؟ الانكيورد كومبوز اللي هو ريزيديوال مونومر او ريزيديوال اوليجومير. يبقى خلصنا منها. يبقى عشان ما يبقاش ايرتن اعمل افيشنت بولمرايزيشن ذا كلايت كيور اتحكم في الدبس ما يبقاش مثلا هو اقصى دبس للكيورنج وللايت هيختار 1.5 مللي واحط له 3 مللي 1.5 احسن بولمرايزيشن واللي تحت هيبقى ان كيور. يبقى اللي هو ايه ده بيسموه عرفت يعني بيسموه كيميكال انسر تظبط كلمه كيميكال انسر يعني يضر له كيميائيا يثيره كيميائيا. عارفين انت لما تلمس تحط ايدك في حامض كده وتلاقي الحامض ياكل الجلد ما هو ده كيميكال انسر. انما بقى الثاني بقى اللي هو السبب الاخر لو كان فورميشن يعني كان فورميشن يعني الكومز بيحصل له شريكج وانا ما عوضتوش وما تغلبتش عليه فيحصل جاب. عن طريق الجاب يخش ايه بقى؟ البكتيريا او السموم بتاعتها تعبر قناه السويس اللي هي ايه؟ الدنتانيك تبيولز وتصل الى البلب بتعمل لها اريتيشن ويؤدي الى انفلاميشن. كانوا زمان بيسموه الكومز كان كده اسمه بلب كيلر قاتل العصب. انما دلوقتي طبعا طلعوا بقى مواد بقى ايه تعمل لها افيشنت تولنج والتكنولوجيا اتقدمت ومش عارف فبقاش برضه كده يعني. فحتى لو كان بيب قوي تحط عليه برضه كيميكال انسر يعني عازل كيميكال اسف انسوليتور يعني حاجه ماده اسمها الكاسما دوكسايد. طيب هتاخده مع الدكتور احمد حاجه اسمها الزنك اوكسيد جينول سيمنت. هل اقدر احط زنك اوكسيد جينول سيمنت تحت كومبوزيت اند واي؟ لا لا ما هو ده ما بيعمل الميكانيك ما هو يا سلام البت دي عجباني يا عم هتبقى زميلتنا دي هتبقى عيله هاتف دي ما شاء الله تبارك الله ربنا يجيب لك الانعام. قالت لك عشان فيه جنون والجنون ايه؟ انهبيتور بتاع عمليه البلمره في جديد يا بتحكم باسنان يا بتروح سنه ثانيه مش اخدنا كام انهبيتورز أربعة إيه هم تاني غير الجنون؟ وأشهر واحد اللي هو بيحطوه في كوزة الهادو كينون يبقى هادو كينون مية أكسجين يجنون. خواص المواد التكرار
واتكال يا عقل ايه بقى؟ قال شطه زي بعض. ماليش دعوه بقى اذا حكمت عن ادي بقى وصلنا للحته بتاع ماذا الصرت. هل الاماكن ممكن استعيد وحطه بقى؟ هيقول لك برضو ايه؟ ان التراديشنال كومبوست يعني الكومبوست الكلاسيكي الكومبوست البكر بتاعنا زمان ما كنتش اقدر استعمله في البوستيريور ريجن، ولو استعملته هيأثر. يأثر في ايه؟ هنشوف اربع حاجات وهنشوف ازاي بان عليها. يبقى شورت كومنز اوف كومبوست از البوستيريور ريستريشن مش مكتوب عندكم كده؟ اعمل عليها كيو يعني كوش شمار ده يجي سؤال. اول حاجه ان هو تايم كونسيوم، يعني لما تيجي تعمل حشو بالكلاسيكال كومبوست بتاع زمان بياخد وقت كتير قوي عشان تخلصه يعني. خاصة فين بقى؟ مش في الانتيريور ريجن، في البوستيريور ريجن. يعني البوستيريور ريجن يعني ايه؟ يعني كلاس 2. يعني كلاس 2 يبقى هركب ايه؟ الشدة اللي انت تعرفها مبدئيا، الشدة بتاع المسلح اللي هي الماتريكس. طيب احنا قلنا الماتريكس تبقى فاتحة من تحت ولا لا؟ ما عنديش نسبة تبقى فاتحة، فلازم اعمل لها ايه بقى؟ احط الويتش. طيب لما احط الويتش ما هتقفل خالص، فبالتالي المخرج الكومبوزيت هيبقى فيه اوبن كونتاكت مع النيبرنج توف. ينفع الكلام ده؟ يبقى اعمل ايه؟ لازم اجيب الماتريكس واعمل لها كونتورنج، بركبها واجيب بيرنشر وابدا ايه افتحها واشكلها كده عشان تبقى عامله كونتاكت مع النيبرنج توف. ليه؟ لان التراديشنال كومبوزيت واز نون كوندنسبل او نون باكابل، ما اقدرش اعمل له كوندنسيشن زي الامالجا. طب الحكايه دي في الامالجا بقى بركب الماتريكس واحط الويتش ومش لازم اعمل شيبنج للكونتورنج للماتريكس. ليه؟ وانا بعمل كوندنسيشن بتلاقي الماتريكس فتحت وراحت لازقه فين؟ في النيبرنج توف. بعد ما يحصل هاردنج افك يبقى عامل كونت. انما في الدراديشنال كومبوزيت لازم اعمل بقى اهيئ الماتريكس للحكايه. فكان بياخد وقت، ادي اول عين. وهنشوف ازاي نتغلب عليه بقى بعد كده. نمرة اثنين، الكومبوزيت ده كان بعد وقت هو التاكل. فتلاقي ايه؟ الحشوه تبقى انفيريور للاوكلوجن، يعني جيت تعمل المره دي عقد كده تلاقي في سبيس ما بين الاوبوزنج كاسبس والكومبوزيت، انما التوت عامل. ليه؟ لان الويل بتاعه ايه؟ انما الامالجم السنه تتاكل وهو كانه بارز. خلاص؟ يبقى لي تاني ايه؟ فين؟ انهي كومبوزيت ده؟ تراديشنال. نمرة ثلاثة، طيب احنا قلنا الكومبوزيت هو بيتصلب بيحصل له ايه؟ شرينكش. كلام جميل؟ طيب الشرينكش ده لما يجي في الجينجيفال اكستنشن، يعني كلاس 2 ادي الكلوزال وادي البروكس ميزيال والديستال اكستنشن. تحت عند الجينجيفال بيبقى الانامل كتير ولا قليل؟ في السيرفايك قليل. فبالتالي البوندنج اوف كومبوزيت هيبقى فين اكتر؟ في كل الاسطح ما عدا مين؟ يبقى مين اللي هيستعبط؟ يعني مين اللي هيبقى هفيه؟ اللي يحصل على حساب الشركه. كلام جميل قوي. طب والاريا ديت ما هياش واضحه لعينيا ما اقدرش اتابعها. يبقى انا خلصت الكومبوزيت من فوق جميل وما حصل وعملت افيشنت بوندنج خلصت، ما عدا مين بقى؟ يحصل فيها كيرس فيقول لك جينجفال بقى جاب فورميشن، وده يؤدي بقى ايه الى كيرس ريكارد. ده برضه فين؟ في التراديشنال. العيب الرابع في الكومبوز كابوستيريور لوسيشن اللي هو الريدي لوسنس، يعني هو الريدي لوسنس. هنشوف بقى ازاي نعوض الشورت كامل. يبقى ده سؤال، والسؤال الثاني ليس فور كامل الشورت كامل اوف كومبوز as a posterior restriction. اللي احنا مبدلين بيهم دول اللي هي ان انا اتغلب على البولاريزيشن شريكج بالطرق اللي احنا قلناهم بقى اللي احنا سبقناهم، ومنهم زودنا هنا ايه السيلوران اهو. خلاص؟ ادي واحد. طيب حكايه بقى ان هو تايم كونسيومنج. تايم كونسيومنج، طب ما انا اعمل مينيمال كاتبري كونزرفتيف بريباريشن. يعني خلي لا اسف لا استنى شويه عشان لا التايم كونسيومنج اعمل له
اخد كوندنسابل او باكابل كومبوزيت. الباكابل او كوندنسابل كومبوزيت الفيسكاستي بتاعته عاليه، يعني نسبه الفيلر فيه عاليه قوي، فاقدر اعمل له كوندنسيشن زي الامالجم، فده يفتح الماتريكس وما يحتاجش الكونتوننج. يبقى مشكله التايم كونسيومنج استعمل ايه بقى؟ باكابل كومبوزيت. طيب الاوكلوزال وير اعمل مينيمال كافيتي بريبريشن، يعني اخلي السطح بتاعي يبقى قليل الاكسبوز للاوكلوزال سيرفيس، اخليه مينيمال قليل اهو، اللي هو كونزرف كافيتي بريبريشن ده عشان اتغلب على الاوكلوزال وير تاكله. هتغلب على الشريط عشان قلناهم زودنا عليهم بتاع السيلولار كمان، دول شرحناهم قبل كده او السيلولار. فين السيلولار؟ هو ده صح؟ ها؟ مش كده؟ انت ليك ضرر هو ده؟ ايوه ليك استراكشر. ليك استراكشر واستعمل بقى الليزر بيوني والسوبر ستارت كونفرسيشن. اه ودي زياده كمان، يعني فاكرين الماكرو في الكونسبت؟ قصدك الميجا، فاكرين الميجا فين؟ اهو استعمل الميجا فين؟ فالميجا فين ده ايه؟ بريك نورمالايز سيراميك انسيت، يعني حاجات متصلبه بره. باجي واغرس لها اثار الهاي كونتاكت اللي عليها ستريس جامد. فدي هتبقى على حساب الايه؟ الكومبوز اللي لسه سوفت بتقلله. يبقى استعمال الايه؟ السيراميك انسيت او الميجا فين؟ كومبوز انسيت او شرحناهم خلاص؟ فاضل حاجه ثانيه؟ اه استعمال الميجا عشان ايه بقى؟ استعمال اسف استعمال الكوندنسر الكومبوس عشان ايه؟ ها؟ عشان التايم كونسامشن بتاع الكونتورنج للايه؟ للماتريكس. طيب الريدي نيوسنس اتكلم على الريدي نيوسنس ازاي؟ احط ريدي ميتر بخليه ريدي اوف بيت هنا بس هنا يعني بيجيب لك ديت يعني مش عارف دي ممكن في الام سي كيو فلوبر كومبوست هاف هاي كان فلوتي ولا هاي فيسكاستي؟ الفلوبر يبقى ايه؟ الفلوبر بتاعته عالي. ده بنستعمله في حاجه اعرفوها هتحتاجوها في القريب العاجل لما تاخدوا بديات الدنس طب اسنان الاطفال في البيدو هيقول لك البيتا ديفيشال سيلنس يعني قلقاء البيتو فيش فدي واحد ده بنستعمله في لوبر كومبوز. طيب لا فاكرين البوندنج اللي حافظه بيه الكومبوزيت اللي هو الفلو بتاعه يعني لو انا حافظه الكومبوزيت والكومبوزيت ده الفلويد بتاعته عاليه اسف قليله يعني الفسكاس بتاعته عاليه مش هينسان يخش في المايكرو كومبوز استعمل معاه ايه بقى؟ الفلو كومبوز يبقى ده الفلو كومبوز عشان تعرفوا الفرق بينه وبين الباك اب وعكس الباك اب. دي الحته اللي عندكم تكس بروبي طيب السكس بروبي دي عارفين الكاتشر؟ كاتشر تجيبه تقلب الازازه تنزل ما تنزلش لما ايه؟ تخبطها. الصفه دي بيسموها ثيك بروب بيسموها الشير ثيننج. شير ثيننج يعني ايه؟ احط حته فيسكاس بتاعتي عاليه وابدا اعمل عليها ستريس شير يعني ابدا ايه؟ اخلطها كده اعمل عليها فورس ستريس فيعمل ايه بقى؟ الفيسكاس بتاعتها ايه؟ ليه؟ لان لما اعمل كده بتغلب على الهيدروجين بوند، هي في هيدروجين بوند مخليها ماسكه مع بعضها. او اخبطها كده فبقلل الهيدروجين بوند تنساه. طب شيل سيب شويه كاتشب انت نزلتهم فضل هتلاقيهم يمسكوا تاني مع بعض، يعني زوجه تسيب تاني. البروسيس دي بيسموها شير ثيننج. خلاص؟ او بيسموها سيكسوتروبي. اعرفوا المصطلح يعني مش هنجيبه لكم دلوقتي بس يعني عرفوه. عشان في نوع من الكونسبت جديد احدث حاجه بيسموه بارك فيلم بتلاقي تعمل بيه فيلم لسنه مثلا العمق فيها حوالي 5 مللي هو بيجيبه في سرنجه لما تعمله سكويزنج اثناء السكويزنج تعمل عليه شير فالبسكاست ايه؟ تقل اما ينزل وتسيبه مش لازم بقى تنقع قليله عشان لو تنقع قليله هينساه ويطلع بره ترجع تاني ده برضه اسمها خاصيه التكسوتروبيك. يبقى الكاتشب استفدنا بيه في ايه بقى؟ وعرفنا ازاي بيشتغل بيه تدينه على دماغه يطوع وينساه ما تدينهوش يرجع. اقول لك يعني هو لما بعمل له عليه شيل ستريس بقلل الهيدروجين بوم
بالتالي السبليت بتاع السيمبل الباط هو ده ماتيريال سبليت اسمه كاتي محتوى كاتي ومفيش بقى شيل سنن الفلو يجيب نودري بيكوز هاتش بوت ريجين مره ترجع كويكلي ريكفر. يا سلام عم تشوف خلاص المواد بتفسر لك بقى حاجات حلوه ازاي. طيب اخر حته بقى حلوه قوي في سيارات لما تتخبش ماشي تنزل مش تنزل بمعنى الكلمه. انت عارفين احنا البلاك روت بتتكون ازاي لما الجرح ونظر الى الدم يحصل فلو للبلاد. طيب ويتن البلاد شغال على طول ولا بيحصل بلاد كلوت؟ بيحصل بلاد. نتيجه ايه بقى؟ ان في بقى فاكتورز بتاعه الكلوتنج تبدا تتفاعل مع بعضها وتعمل معرفش الستبس بتاعه الهيلينج والريبير كمان. خلاص كلام جميل قوي. طيب السياره بقى اللي هي لما تتخلش مش محتاجه واحد بتاع دوت هي بتصلح نفسها بنفسها. هم حاطين فيها فاكتورز زي بتاعه الايه التجلط دي ما ينفعش بتاع التجلط طول ما هي بتاخد الدم ربنا سبحانه وتعالى عامل لها ميكانيكيه ما تتفاعلش مجرد حرارة الهواء. طيب هو لما انا بعمل شخ في الدوكو بتاع السياره هم حاطين فيه مايكرو كبسول كبسولات دقيقه جدا يمكن حجمها بالمايكروز واحد فيه الاكتيفيتر والتاني فيه الايه. طب لما بيحصل كراك شرخ بكسر مين المايكرو كبسولز اجمع الاكتيفيتر على شيتو وطبعا ده فيه ماتريكس وده فيه ماتريكس يحصل عمليه ايه بولمرايزيشن اللي بيسموه سيلف سيلينج دوكو مثلا. ها يعني دوكو بيصلح نفسه بنفسه. هتلاقي السيارات دي غاليه جدا. طيب هل بقى احنا برضو اخذنا الحكايه دي في الكومبوزيت؟ طب ما يحط في حته الكومبوزيت مايكروسفيرز كده واحد فيه الانيشيتور مع ماتريكس والتاني فيه الاكتيفيتور مع الماتريكس ولما يحصل كراك شرخ هو يصلح نفسه بنفسه. ده بيسموه سيلف سيلينج كومبوزيت. دي حاجات حديثه برضه جدا. في رسمه دايجرامات فيها هي اهو الشرخ ماشي لحد ما يصل الى المايكرو سفيرز ديت يبدا يطلع منها الهيلينج ريشن بتاعته اللي هو الاكتيفيتور والانيشيتور وينفعلوا مع بعض يعمل ريليه يصلح نفسه ازاي. اشكركم واتمنى يعني ان تكونوا ايه استفدتوا. واقفين يعني خد مننا ربع ساعه وانا اسف ان انا جيت برضه متاخر ربع ساعه. اتذكر حد مهم ماشي مع الكورنيش مليان عساكر وشرطه عشان ما اعرفش مين بقى. بس بعد ما حاولت وجيت على هنا مشوا. ما في مواشي لسه.